مسائل الثلاثة. انتو مسألة. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالربوبية وبالأسماء والصفات. إن بنقنا أن مسألة أمنا إن سوي إن تنقل النتو إن الله سبحانه وتعالى دؤنها بك ربنا يبانسين بك إلانيا. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالعبادة. إن هي كروانيا أمنا إن تنقل النتو إن الله سبحانه وتعالى دؤنها بك إبادة كنيا. لا نعبد إلا الله. ويرون كده أن يبتدأ إيبونان سنبهون بتملين كان الله. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان. إن الله سبحانه وتعالى دي شيء ما قريدا ما مو إن دومه الكيدا سحكو توكان يعني مثلا بيسيوسيا. لا يرضى أن نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. دي شيء ما قريدا سين أمو إن مقتق إيبون كده أن يبنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعبد الملائكة. أتوا كان مع ملائكة. ولا نعبد الصالحين. أتوا إن مع توم رايا. لا يعبد إلا الله. ويرون بقدر إيبونان سنبهون بوت ملينكان إن الله. المسألة الثالثة. المسألة كتو. لابد أن المسلم يتميز عن المشركين عن اليهود عن النصارى. إن مسلم سويسيا أو كتو غير أنيا دينها مع يهود إبن سين مع بيسيا. هل اليهودي مثل النصراني؟ إن يهود يأون سيبو سيبن سين مع بيسيا؟ لا. نا بكون. إذا لابد أن المسلم يتميز عن المشركين عن الكافرين. سوي مسلم طويل أسيا دينها مع مشرك إبن سين مع كافر. يتميز بالاعتقاد يعتقد أن الإسلام هو الحق وأن ما عدا الإسلام يهودية ونصرانية لا يمكن أن تقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سوي طويل أسيا إن بعها غدنيا إن إسلام أمون إن أغمى سبنال إبن سين إن دوا إن دينها أغمى إن يريني دي أسيا تبكون إن أغمى إني. موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أمروا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن موسى عليه السلام إبن سين عيسى عليه السلام دياك نلاين أمة نلاين سبيرة مغد برسول صلى الله عليه وسلم. نحب عيسى عليه الصلاة والسلام. ليالا سنتو إن عيسى عليه السلام. ونقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبن بامون نتو إنسيا رسول. وأمر باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إبن دياك مغد برسول صلى الله عليه وسلم. لا نتعرض للكفار بالقتل لا نقتلهم. دي كده نيو مغد كنيلا دي كده نتو بطايون إن مع كفار ولا نسبهم دي رسب نتوصيلا بسرهن مني ولا نأخذ أموالهم سرقة أتواكواؤون إن مع سنلا نفي لهم بالعهود بقوبوس دي كتنيو مك أخذ كنلها أهد نلايون يعني الاتفاق الذي بيننا وبينهم أن لا نتعرض لهم للقتل بالقتل أمو إن لونيا مك كوان كتنيو مك mag-ittifak kita niyo sin di kita niyo maghinang tawa di kita niyo magbuno biyuno ibian nataamal ma'am fil bay'a shira mag-agad-agad kita niyo hapag pag-biiban sin pagdakang naam aydan nansah lahum napag-ubo siya to di lang nato sila nasihat naqul wallahi nakhaf alaykum minan nar nasabun nato din kami mahugal كي موسي ما خسود قبل منك ونحب لكم الخير الدخول في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبان كبي ان مو انكر يوان كي مو كان سويكو سموت با اغمى سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا حال المسلم ان ينصح للمشركين ولا يخدع المشركين والله اعلم امين ان هال سين مغا مسلم امو ان نحسيها تنلا ان مغا مشركين يبان سين مغا نعم